بالنسبة للقطر والإمارات يفترض الطريق يعني يقاطع مصالحهم أو يضرب مصالحهم، ليش الآن هم مهتمين به؟ من قال هذه النظرية؟ هو يعني من حيث المبدأ أنه هم بالنسبة لهم عندهم موانئ. لا لا، الآن العراق راح يصير هو الهدف بالنسبة للنقل. أنا مع ضد هاي النظرية، هاي نظرية المؤامرة وأنه. لا مو مؤامرة، بس قصدي هو تنافس مشروع. نعم، اليوم الإخوان في قطر والإمارات جلسنا معهم جلسات فنية بعيد عن السياسة. مصالحهم الاقتصادية أنه تأتي مع هذا الطريق. هناك كل دولة لها مبرراتها ولها مصالحها وحسابات الجدوى. يعني بالتأكيد دول مثل قطر والإمارات لا تأتي لمجرد المشاعر أو لمغامرة مثلا، حسابات دقيقة واستفسارات يعني كثيرة في الجوانب الفنية والاقتصادية. طيب. إلى أن وصلوا إلى قناعة أنه مصلحتهم هي مع هذا الطريق.